السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ايه البرامج الاوبن سورس اللي هي في مجال الهندسي. تمام، هنلاقي برامج كتيرة جدا، من اقواها البليندر، وده برنامج يعني تحفة، برنامج يعني مجاني اوبن سورس، مساحته صغيرة، ورغم ذلك بنلاقي جواه حاجات قوية جدا، بينافس 3D ماكس بقوة. تمام، بنلاقي فيه انيميشن، بنلاقي فيه ستوري ارت، بنلاقي فيه دروينج 2D و 3D، حاجات خطيرة جدا، فبرنامج تحفة تحفة تحفة. تمام، هنلاقي برضو مشروع اسمه IFC كويري، ده برضو من مشاريع الاوبن سورس اللي بتبقى مفيدة في البيم، في نقل المعلومات، في الاوفيس بيلدينج، في ايه الفريم موديل. ده مثلا برنامج من البرامج اللي بنشرح بيها، لو انا عايز اشرح حاجة فبيديني ادوات اقدر ارسم من خلالها. طيب، في فود فور راينو، برنامج الراينو يعني وحيد القرن، جواه جراس هوبر اللي هي الحشره ديت، فهو بيسموا الادنس اللي موجوده فود فور راينو. هنلاقي كتير جدا جدا من البرامج اللي هي معموله فود فور راينو اوبن سورس، منهم البرنامج دوت مالارد، ده بلجن بيشتغل جوه جراس هوبر. هنلاقي عندنا في حاجه اسمها مثلا الباي ريفيت، ده من الادنس القوية جدا جدا اللي مفيدة جدا لما تستخدمها جوه الريفيت، وهو مجاني واوبن سورس. هنلاقي راينو انسايد دوت ريفيت، وده من الحاجات برضو اللذيذة ان انت تقدر تعمل الشغل بتاعك في الراينو وتخليه جوه الريفيت، وفي نفس الوقت اي تعديل تعمله اوتوماتيك يظهر هناك. فدي من الحاجات اللي يعني ناس كتيرة بنساها فيها، اسمه راينو انسايت، ان انت تعمل شغل في الريفت واوتوماتيك يظهر معاك في تعمله في الراينو، يظهر معاك في الريفت، اي تعديل يحصل هنا يظهر هناك اوتوماتيك. هنا عندنا كومباس، ده برضو اوبن سورس، بيعمل الاشكال اهيت، وبتقدر ان انت تاخد الشغل تحطه جوه الراينو، تحطه جوه الجراس هوبر، جوه البلندر، وهكذا. ودي الامتدادات اللي هو بيشتغل بيها، اوبجكت وبي ال واي وستيل. هنلاقي عندنا برضو موقع اسمه 3.js للمجسمات، واي برنامج من دول تقدر ان انت تاخد الكود، لو انت عايز تبرمج تقدر ان انت تحمله، مجرد تقول له داونلود تقدر تحمله اوتوماتيك اهو، اول ما دوست راح قايل لي حمل وابدا اشتغل على طول من غير ما تدفع فلوس ولا كراك ولا حاجه خالص. كلاود كومبير، ده بيقدر يقارن بين 3 دي بوينت كلاود اند ميش بروسينج، ده اوبن سورس. هنلاقي ريفت لوك اب، ده برضو اوبن سورس، ناس عماله تعمل ابديت وتحدث فيه. برنامج جيمب ده منافس للفوتوشوب بس هو مجاني واوبن سورس، هتلاقي صور عبقريه معموله بيه. وبرضو من البرامج الاوبن سورس انكسكيب، وفي سويتش بوكر، وفي سكرابس. انكسكيب ده بيشتغل بفكره بدل ما هو بالبوينت، لا بالخطوط فيكتور، فهو قريب من الاستريتور. سكر باص ده بنشتغل بيه في ان احنا نعمل بيه المجلات. تمام، عملنا اعداد كتيرة يعني بما ريب بنقدر نعمله بيه، او بنعمله بالبرنامج بتاع ادوب. طيب، بنلاقي برضو برنامج اسمه كريتر، ده من برامج الرسم القوية زي الفوتوشوب. بنلاقي انكسكيب اهو، انكسكيب ده برضو اوبن سورس ومجاني، داونلود حمل خلاص اشتغل معاك على طول. هنلاقي برضو برنامج بوتري، ده بيرسم برضو من المجسمات البوينت كلاود. هنلاقي ايتوين دوت جافا سكريبت جي اس، ده بيشتغل فيه طقم رقمي، وده انا كنت شغال عليه النهارده. ويكي هاوس برضو بيبقى فيه زي مجسمات كده لمنازل، حاجات اوبن سورس. كل الحاجات دي اوبن سورس ومجانية،
ده في ادنس مثلا بيشتغل مع برامج البلندر، ده اسمه بلندر بيم. ده بيعمل ايه؟ ده بيحول المجسمات اللي انت بترسمها لحاجات تتقري في الاف سي، يعني يعرف ان ده باب من تحته وهكذا. ده عرفت بايثون برضو من الناس اللي هي بتعمل ادنس للاوبن سورس. طبعا مش واحد بس اللي بيعمل اي برنامج دول، ده ناس كتيرة بتتعاون فيها. الانرجي بلس ده برضو اوبن سورس، ده الناس شغالة عليه، ان هو بيعملوا حاجة للاناليسيس والتحليل البيئي، وناس كتير خدت البرنامج دوت وبنت عليه برامج كتيرة قوية. طبعا ليدي باج من الحاجات القوية جدا في الراينو، وحاجة ناس كتير بتستخدمها. ادنس يعني فيها كورسات، الليدي باج والهوني بي والباتر فلاي والدراجون فلاي. الفري كاد من البرامج القوية جدا، اللي يعتبر كاد وكام في نفس الوقت، واحنا شرحنا حاجات في الفري كاد وفي البلندر على بيمريبي. اوبن كاسكاد ده من برامج برضو اللي بترسم حاجات مجسمات، الشكل دوت. سي جال ده برضو بيرسم حاجات جيومتري. الراينو مش اوبن سورس عشان الناس بس متفهمش غلط، هي الجراس هوبر اللي جواه هو الاوبن سورس وهكذا. تمام. الاوبن ان يو ار بي اس ده من الحاجات برضو اللي تميز الجراس هوبر وتميز الراينو. ده بي اتش او ام دوت اكس واي زد، ده بيخليك تتبادل معلومات مع البرامج التانية زي الفيجوال ستوديو والاكسل والداينامو والجراس هوبر بالشكل دوت، بحيث ان انت ممكن ترسم جوه الراينو ويظهر معاك في الريفت زي ما انت شايف دلوقتي. او الايتابس، يعني الفكرة كلها ان هو بيخليك الشغل بتاعك يظهر في اكتر من برنامج، هنا مع الداينامو مع الجراس هوبر مع الريفت مع الراينو، وهنا مع الايتابس. ده برنامج اسمه سبيكل، هو كونكت مع البرامج دي كلها. ده برنامج البايثون ريفت، ان شاء الله هحط لكم اللينكات اسفل الفيديو عشان الناس تستفاد منها. الفكرة كلها ان في برامج اوبن سورس ومجانية عظيمة جدا، لكن محتاجين ان احنا نتعرف عليها ونشتغل بيها.